السلام عليكم، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناه باغادي ديغو. كنتمنى ان الجميع يكون بصحه جيده وتكونوا بخير وعلى خير، وعواشر مبروكه باش ما تمنيتوا بالصحه وبالسلامه باذن الله. اليوم غنشوفوا وصفه جديده. قبل ما نشوفوها بين قوسين، بغيت نقول للبنات اللي تيقولوا انني ما بقيتش كنحط وصفات، فغير ما كيوصلوكمش الاشعارات، فانا دائما كنحط، ما كاينش غياب نهائيا. فلغيو تفعيل الجرس وعاودوا فعلوه مره اخرى، وان شاء الله غيتحل المشكل. فبزاف ديال البنات كيسولوني على الغياب وهو ما كاينش غياب، الحمد لله. اليوم غنحضروا هاد الرغيفات معمرين بالدجاج والشعريه الصينيه، كيجيو لذاذ مرقين ومقرمشين وسهلين في التحضير كالعاده كما غتشوفوا معايا. نمشيو على بركه الله، نشوفوا المقادير والطريقه. غادي نبداو بتحضير العجين. انا خديت هنا جوج كيسان ديال العنبه ديال الدقيق الابيض، وكاس ديال العنبه ديال الفينو او الدقيق الاصفر او دقيق القمح الصلب، في الجزائر كيسميوه سميد رطب. انا عطيتكم العبار بالكاس لان بزاف ديال البنات ما عندهمش الميزان، وعارفين ان هاد الظروف ديال الحجر ما يمكنش انهم يخرجوا باش ياخذوا ميزان، فكنسهلوا الامور. تقريبا 200 غرام ديال الدقيق الابيض مع 100 غرام ديال الفينو، معلقه صغيره من خميره الحلويات، معلقه ديال القهوه. ممكن الناس اللي ما تيبغيوش يستعملوها يستغناو عليها. ونحتاجوا ايضا شويه ديال الملحه. كنخلطوا هاد المكونات كلها في اناء، وغادي نجمعوها بماء عادي، ماء ديال الروبيني، لان الجو ماشي بارد فما محتاجينش نديرو ماء دافي. غنضيفوا الماء بشويه بشويه حتى كيتجمع لينا العجين، عجين يكون شويه شاد راسو، يعني شويه قاصح ماشي بزاف، وفي نفس الوقت ماشي مطلوق. كندلكو العجين ديالنا، ممكن نخليوه يرتاح شويه قبل ما ندلكوه الا كان عندكم الوقت، ما كانش عندكم دلكوه مباشره بحالي. هذا هو القوام ديال العجين بعد ما تدلك، كما كتشوفوا ماشي قاصح بزاف وماشي مطلوق. غنغلفوه، كندهنوه بشويه ديال الزيت ونغلفوه ببلاستيك غذائي ونخليوه يرتاح واحد 10 ديال الدقائق او 15 دقيقه. هو كل ما ارتاح كل ما كيكون احسن، الى عندكم الوقت خليوه. من بعد كنرجعوا ليه باش نقطعوه كويرات. كندهنوا الطبسيط بالزيت وكندهنوا يدينا غير بقطيره ديال الزيت، وكنبداو نقطعوا العجين ديالنا. كما كتشوفوا هاد الكميه انا عطاتني 12 كره، يعني درت كرات صغار، كميه ديال العجين قليله، وغنخرجوا منها ثلاثه ديال الشكيلات كما كتشوفوا، يعني الكميه ديال العجين في الرغيف ما غتكونش كثيره بزاف، غتكون الحشوه هي اللي غالبه. من بعد غنخليوه يرتاح ساعتين، وهو هذه هي الوقت المهمه ديال الراحه. كل ما ارتاح كل ما كيكون احسن. غادي نحتاجوا الصدر ديال الدجاج مقطع، انا خديت تقريبا 400 غرام. غنحتاجوا قزبر ومعدنوس مقطعين، جوج فصوص ديال الثومه والتوابل، شويه ديال الملحه، معلقه صغيره عامره ديال سكينجبير، معلقه صغيره ما عامراش ديال الخرقوم بلدي، ونص معلقه ديال البزار. وغنحتاجوا هاد التوابل المنسمه، هذه كاينه كتباع جاهزه بحال هكا، وممكن انكم توجدوها في الدار. كنديروا زعتر، زعيتره، ورقه سيدنا موسى. المهم هاد التوابل كيعطيو واحد اللذه زوينه للدجاج. وغنحتاجوا ايضا تقريبا 120 غرام ديال الشعريه الصينيه، انا كنستعمل هذه ديال الارز. خديت جوج ديال القطع، كاينه في بيم كاينه في مرجان، وكدير تقريبا 21 درهم، وكتدينا واحد مده طويله لان فيها تقريبا نص كيلو، يعني 450 غرام بالضبط. وغنحتاجوا بصله مقطعه رقيق، كنديروا البصله في طنجره مع شويه ديال الزيت وكنخليوها تشحر حتى كدبال. الشعريه الصينيه غادي نكبوا عليها ماء غليان، وغنضيفوا ليها شويه ديال الملحه باش ما تبقاش باسله، وغادي نخليوها تطلق. ما كتاخذش وقت كثير، تقريبا واحد 5 ديال الدقائق او اقل. وكنصفيوها من الماء وكنخليوها في شبيكه تقطر مزيان من الماء، ضروري تنشف من الماء قبل ما نخدمو بها. من بعد كنرجعوا للبصله بعد ما دبلت، كنزيدوا عليها القطع ديال الدجاج، وغنزيدوا ايضا الثومه محكوكه، جوج فصوص ديال الثومه محكوكه، والتوابل اللي ذكرت كلها. غنضيف ايضا شويه ديال السمن كيلدد لينا الحشوات ديال الدجاج الا بغيتو ديروه، اللي ما تيبغيش ممكن ما يديروش.
غير هو راه كيعطي واحد النكهه زوينه لهاد الحشوات. ما نساوش الاعشاب المنسمه، غنزيد واحد شويه لان مازال عندي الفيرميسيل باش حتى هي كتجي منسمه صافي. وكنخليوها الدجاج كيطيب، ما كياخذش وقت كتير دغيا كيطيب، خصوصا انه مقطع، فبعد ما كيطيب كنزيدو في اخر مرحله القزبر معدنوس مقطعين صافي. غير كنخلطو ونطفيو النار، كنرجعو للشعريه الصينيه ديالنا بعد ما تقطرات من الماء، كنقطعوها كما كتشوفوا وكنضيفوها مباشره على هاد الحشوه اللي حضرنا. فكيسولوني البنات بزاف واش ممكن اننا نسلقوها، هي ما كتحتاجش تسلق، غير كنكبوا عليها الماء طايب وكنصفيوها ونضيفوها للحشوات صافي. ومازال هاد المسمن غادي يطيب في الفران، فهاد الطياب كافي جدا. من بعد غادي نمشيو نورقوا الرغيفات ديالنا بعد ما ارتاحوا. غادي نورق بالزبده دايبه والزيت، انا كنستعمل زبده من نوع جيد ديال الجوده، ممكن ديروها او ديروا الزبده ديال البواطه اللي رطبه. كندهنوا سطح العمل وكنبداو نورقوا العجين كما كتشوفوا. كل ما كيكون العجين رقيق كل ما كيكون احسن، يعني يبدا سطح العمل كيبان. ولا تقطع لكم العجين ماشي مشكل لاننا غادي نطويوه. ما نساوش الجناب كيبقاو غلاط هنا، باش الا لقيتوا ان العجين كيتقطع بزاف بسطوه غير واحد شويه وخليوه ورجعوا ليه بداو تورقوا باش كيتطلق. غنقطعوا العجين على جوج كما كتشوفوا، هادو الشكل الاول ديال البريوات، فبلا ما غنحتاجوا الورقه نتوما غتشوفوا معايا. كنطويو على ثلاثة، يعني كل قطعه ديال العجين غنخرجوا منها جوج بريوات، راه ما كايناش العجينه كثيره لان العجينه رقيقه بزاف. كنطويو كما كتشوفوا وكنحطوا الحشوه، وهذه الطريقه غير جربوها راه ساهله وزوينه في نفس الوقت. كنطويو بالطريقه اللي كنحضروا بها البريوات، نركزوا على القناه نقادوهم باش يجينا الشكل متقون، وكنطويو. هانتوما بريوه اللي متقونه ما كتبانش بحال مصوبه بعجينه المسمن. هاد القطعه غنحيدها، هانتوما شوفوا الشكل، يعني ما غنحتاجوش نهائيا نخرجوا نشريو الورقه، فالعجينه ديال المسمن كافيه. غنشوفوا واحده اخرى، صافي. وغنستمروا بهذه الطريقه حتى نديروا العدد اللي بغينا ديال البريوات. سبق لي حضرت معكم بريوات اللي بحجم كبير في فيديو اخر. هنا غنشوفوا الشكل الثاني اللي بحال المحينشات، كنطلقوا العجين. هنا هذا الشكل ديال المحينشات والشكل المربع، غادي نطويو العجين بنفس الطريقه غير التعمار اللي كيختلف. كنطلقوا العجين وما نساوش الجناب باش ما يبقاوش لينا غلاض، وكنرشوا خليط الزبده والزيت باش كيجينا العجين مورق. فهاد الزبده والزيت هي اللي كتخلي العجين كيجي ورقه على ورقه، ما كيجيوش طبقات ملاصقين. وكنطويو بهاد الطريقه، وكنطويو هاد المستطيل على ثلاثة او على أربعة على حسب الرغبه ديالكم، وكنحطو كنستمروا حتى نكملوا الكميه اللي غنديروها محينشات وهداك الشكل المربع اللي شفتو. من بعد كناخذوا اول مربع كنطلقوه كما كتشوفوا، واحد شويه نبسطوه. انا كنبغي العجين يكون رقيق، فشوفوا نتوما لكم الاختيار. كنحطوا الحشوه بشكل طولي وكنلفوا لفه واحده فقط، كنسدوا على الحشوه وكنقطعوا اللي بقى. من بعد كنلفوا بهذا الشكل، نسدوا جنيبات صافي، وكنطويو.
وهذا هو الشكل اللي كنحصلوا عليه، فما غاديش نعاود واحده اخرى باش ما يجينيش الفيديو طويل، فغنشوفوا الشكل الاخير. دابا اللي بغى يعاود يشوف الطريقه يرجع الفيديو. كنحطوا الحشوه هذه المره في وسط المربع، كنطلقوا المربع بنفس الطريقه ونحطوا الحشوه الوسط، وكنجمعوا هذوك الزوايا، كل جوج زوايا متقابلين كنديروا وحده على وحده، يعني دوك القنيتات الراس على الراس، وكنسدوا على الحشوه صافي، وكنحطو مباشرة في اللاطة. أنا درت ورق الطبخ في اللاطة، غندهنهم بأصفر بيضة مع شوية ديال لاصوص صوجة، كنطربوهم مزيان. ممكن ديرو شوية ديال هريسة عوض صوجة، أو شوية ديال مطيشة ديال الحك يعني المعلبة، وكندهنو الرغيفات ديالنا مزيان. من بعد كرشوهم بزنجلان او لوز ايفيلي، انا درتهم بجوج، ودرت حبه ديال القرقاع وسط هذوك الرغيفات المربعين صافي، وكندخلوهم الفران اللي يكون سخون مزيان على حراره اقل من المتوسطه، يعني ما تكونش النار عاليه، وكنخليوهم يطيبوا على خاطرهم حتى كيتحمروا ونخرجوهم. هذا هو الشكل النهائي ديال الوصفه ديالنا ديال اليوم، كنتمنى انها تعجبكم وتجربوها بصحه وراحه. شكرا لكم على حسن المتابعه، وشكرا لكم على التشجيع والدعم المستمر، والى اللقاء مع وصفه جديده باذن الله.